كاين اللي كيستهلك الماء وكاين اللي كيهلك الماء. اه هذه حركه مزيانه هذه. لا 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 يا لطيف يا لطيف. شوف 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 هذا تا هو شوف شوف ها انت ها شوف وهذه اه لا لا والله الا غلفتني او حدي راسك الخنشه جايه في السما بلا فران. معايا انا نخلي الحك يفلق القرعه. هذا جمعهم بجوج هذا استهلك الماء ولك الماء. الماء في القرعه واخا اما القرعه في الماء من قله الفهامه. وراه هاد الزبل كله غيمشي للماء. راه خصنا نحافظوا على المويه ديالنا بزاف باش نفعنا في ايام الجفاف. وراه ما حدنا كنوسخوا الماء والمصاريف ديال المعالجه كتطلع للسماء. الفاكتوره ليك تولي انت ترخص وانت تغلي. احنا عندنا في بلادنا الماء تروى كنحافظوا عليه لواحد الدرجه ما كتصورش. احنا ما كنوسخوش الماء بالصباغه ولا نرميو فيه الزبل. احنا ما يمكنش شي واحد منا يخوي الزيت ديال الموتور في الماء. هذه جريمه. هذه قال لك حنا كنخويوه المواد السامه في الماء. مالنا حمقين. صافي صافي عندك الحق كنوسخو الماء ولكن راه ماشي انا الاخر. كلا ماشي انت الاخرين ديالنا. حنا ماشي انت ماشي انتوما الاخرين. حنا واش راه كله كنخلصو في الفاكتوره. الفاكتوره ليك تولي انت ترخص وانت تغلي. سنينات الفارة مزيان تنضفي السنينات ديالك ولكن بلا الخسارة. أوا شوف الوالد المثل كيقول لي فرط يكرط. هو ملي كيكرط كيفرط الماء. ما واحد العجري ملي كيوصل الصابون هو تحت الدوش ما كيشدوش. كوكوكوكوك شوف الوالدة اللي كتقتصد زعما كتهلا في كل شيء إلا في الماء. أولا جينا بارك الله فيك نغسلو السنة بالسطل والطبسيل السطل والتكريطة السطل. اليوم سطولة غدا سطولة من هنا ثلاث شهور بينا نوصلو للسد. إيه السد سد 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 الروبيني. الفاكتورة ليك تولي أنت ترخص وأنت تغلي. الماء مولا جوج ريوس راس كيدفع الماء وراس كيبلع الفلوس. الا كدبتيني برانشي في الروبيني كيشطب فرانك ب 10000 فرانك. اما الى غسل السياره كيصوت في الاجاره. هذا هو خوال البزاطم وعلى الجيوب زاطم. راه الى عضك شي عضه ينفخلك الفاكتوره. ياك المثل كيقول اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. ايوا اللي عضو التيو يقش الروبيني. الفاكتوره ليك تولي انت ترخص وانت تغلي. في كل 3 شهور كتوصلكم فاتوره الماء. بغيتوا تعرفوا كل شيء على الفاكتوره ديال الماء ردوا البال. الحساب ديال الماء فيه 3 ديال الطريفات. كل كميه الماء عندها طريفه ديالها. طريفه الشطر الاول كتبدا من 1 حتى 24 متر مكعب وثمنها رخيص. والمتر مكعب بحال هكا منين ما عبرتيه فيه مترو. 24 متر مكعب بحال شي بيت كبير عامر بالماء. الله يجعل شي بركه. طريفة الشطر الثاني فوق من 24 متر مكعب حتى 60 متر مكعب ثمنها غلا شويه من الاولى. الله يجعل شي بركه. طريفة الشطر الثالث فوق 60 متر مكعب كيبدا التبذير. واللي بدر الماء كيخلصو غالي. إذن راقبوا الاستهلاك ديالكم تجيكم الفاكتوره رخيصه وخفيفه. الفاكتوره ليك تولي انت ترخص وانت تغلي.